السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم ريسلان. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة، واللي هي وصفة منعشة ومعروفة ومحبوبة بزاف في شهر رمضان الكريم بالخصوص، اللي هي وصفة الشربات. إذا كنت أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي الجرس، واللي يعجبها الفيديو جم الفيديو. هيا ننتقلوا إلى مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. نحتاج جوج حبات تاع ليمون، هنا كيما راكم تشوفوا حبه راني مقشرتها وحبه لالا. بالنسبه لليمون تاعي، الليمون ديجا راني مجمداته، يعني كيما معروف الليمون كي يتجمد، ريسلان راه يطلع عليكم كي يتجمد الليمون تقريبا يولي مركز بارابور كي تكون حبه عادي. كيما قلت لكم عندي جوج حبات ليمون، هنا الليمون تاعي راهي حبات متوسطه ماشي كبار بزاف. درت 1 لتر تاع ماء، نحتاج ما زهر، نحتاج سكر، السكر هنا اكيد حسب الرغبه وحسب الذوق. عندي زوج ملاعق كبار تاع حليب، هذا راح نضيفهم في الاخير. بالنسبه للماء راح نلوح لتر واحد، من بعد نزيد نص لتر راح نلوحه بالتدريج، هو والسكر راح نلوحهم بالتدريج ونشوف يعني على حسب الذوق. راح نجيب الليمون تاعي ونبدا يعني نقصه، لازم نقصه باش نحيلو هذوك البذور. ضروري انك تنحيلو البذور والا العصير تاعك راح يجيك مر. كما تعرفوا البذور دائما تكون مرة، فبطبيعة الحال راح تطلق لك المرورية تاعها في العصير هكا. نتأكد بلي ما كان ولا بذرة، ونجيب الإناء اللي راح نرحي فيه، عليك وحده ضروري تأكدي بلي تخلصتي منهم كامل، عليك يعني هم صغار ما يبانوش. ونفس الشيء بالنسبه للحبه الثانيه اللي هي بلا القشره تاعها، كما راكم تشوفوا راهي معمرة بالبذور. كما قلت لكم هنا الليمون كي يكون ديجا تكوني مجمداتيه، تجبديه من المجمد من الكونجيلاتور، راح يولي لك تقريبا كانه مركز. يعني هاد الزوج حبات اللي درتهم انا راهم حبات متوسطين، يعني راح يجيو تقريبا نفسهم نفس الحبه الكبيره. هي انت كي تعودي ترحي فيه كما راكم تشوفوا يعني راهي معمره، تاكدي بلي ما خليتي ولا وحده. من بعد ما كيما تشوفوا قصيتها وتاكدت بلي نحيت لها كامل البذور، راح نضيف لها شويه الماء باش يساعدها في كي تعود ترحى، ونحطها نرحيها. بعد ما رحيت حبات الليمون تاعي راح نجيب اناء ندير فيه صفايه ونفرغ عليه الخليط هذاك تاع الليمون، وفي نفس الوقت ندير الماء في الطاس اللي كنت رحيت فيه باش ما نخليش هذوك الحبيبات تاع الليمون. نهبطهم هكا وفي نفس الوقت نخلط. هنا اللي عنده النعناع، انا ما عنديش النعناع، اللي عنده النعناع اللي عندها النعناع دير غصن ولا اوراق مع الليمون وترحيه معاهم. قبل ما نكمل الكميه تاع الماء راح نضيف السكر.
نضيف السكر، انا مانيش حندير السكر كامل، ونخلط ونذوق. نزيد نكمل لتر تاع الماء، مازال ما درتش نصف نصف لتر الاخر، راح نخلط ونذوق. راح نزيد زوج مغارف كبار تاع الحليب، انا ما نكثرش الحليب هنا باش ما توليش يعني شربات الحليب ما توليش شربات تاع الليمون، اذا كثرتي لها الحليب ما راحش تولي شربات. ونخلط ونزيد مغرف تاع مزهر، اللي عنده لافاني يستعمل لافاني في بلاصه المزهر، انا عندي لكن درت المزهر. بسم الله. هنا راح نخلط مليح باش يعني ما يكونش السكر هذاك مازال فيها. نورمالمون هكا الشربات راهي واجده. راح يعني عندي لكم مقادير بالضبط، اطره تاع حليب مع كاس الا ربع تاع سكر، هكا باش يولي الذوق يعني الذوق متوازن بين السكر بين الحليب بين القارص وبين المزهر، يعني ما تكونش حاجه غالبه على حاجه باش ما تستطعموش يعني بنت الحليب اكثر من الليمون ولا الليمون اكثر من كل شيء. اطره تاع ماء مع زوج حبات متوسطين، انا استعملت زوج حبات متوسطين تاع ليمون، اذا استعملتي زوج حبات كبار استعملي اطره ونص تاع الماء، وبطبيعه الحال راح تخلطي وتذوقي في نفس الوقت يعني نحسب الذوق تاعك. كاس الا ربع تاع سكر، زوج مغارف حليب، ومغرف كبيره تاع مزهر. اذا ما حبيتيش تستعملي المزهر استعملي لافاني، حتى واذا استعملتي المزهر راح يجيك حيجيك ذوقها هايل، متاكده بلي راح تجربوها وتعجبكم. ولي طونش تاع القارص تقدري اذا حبيتي يعني ديري كميه كبيره وتستحضري بها في الثلاجه، ديري دي طونش يعني شرائح تاع الليمون، وقسمي يعني كل كيس ولا كل قاروره ديري فيها شرائح تاع الليمون باش تحافظك على الذوق. وحطيها في الثلاجه، يعني هي تستهلك بارده، اي عصير على كل حال يستهلك بارد. دركا راح نجهزها لكم. هاي ليك الشربات في شكلها النهائي كيما راكم تشوفوا، واحد لتر يعني اطره. واش خرجت لي؟ خرجت لي هذا ديجا هاي ليك اطره، وهذه 250 مليلتر، يعني هذه بواحد لتر. اذا استعملتي اطره ونص راح تخرج لك حتى الاطرتين تاع شربات. بالنسبه للذوق يعني ان شاء الله تجربوه وتردوا لي الخبر، لخاطر راهو يعني ذوقها متوازن بين الليمون بين الماء بين السكر بين الحليب بين المزهر، ما كان حتى حاجه يعني غالبه على حاجه واحده اخرى. نتمنى تجربوها وتكون الوصفة نالت إعجابكم، والفيديو تاع اليوم نال رضاكم ونال إعجابكم. بالنسبة نزيد نأكد لكم على النعناع، اللي تحب تستعمل نعناع تستعملها، حتى إذا حبيتي تحطيها يعني هكاك وريقات في وسط العصير تاعك أو الشربات تاعك باش تطلق الذوق تاعها. نتمنى تعجبكم وتخليولي آرائكم في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.